وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد تحية، المرأة المصرية تتمتع بحقيبة انتصارات غير مسبوقة في مختلف المجالات، وذلك خلال عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ ذلك في ضوء كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها خلال احتفالية المرأة المصرية وتوجيهاته للحكومة لدعم مكانة المرأة وحمايتها؟ أستاذ أكرم، أستاذ أكرم، هل تسمعني؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم القصاص، مرة أخرى أتساءل عن ما قرأته من رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الكلمة التي ألقاها خلال احتفالية المرأة المصرية، وبشكل خاص أن المرأة بالفعل في عهد السيد الرئيس تتمتع بحقيبة انتصارات غير مسبوقة في شتى المجالات. والحقيقة يعني على مدى السنوات الأخيرة، الحقيقة يعني تمثيل أماكن وصعود لأماكن لم تكن متاحة خلال عقود طويلة. نعم. يعني على سبيل المثال، احنا السنة دي تقريبا تمثيل المرأة في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، في على منصات القضاء، في النيابة، في الشرطة، في القوات المسلحة، في كل مكان يعني. بالإضافة كمان لفكرة النسبة أو الكوتا اللي شغالة، اللي موجودة، تواجدت في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ، في كثير من المناصب. فكرة التميز الحكومي، فكرة القرارات كمان النهاردة الحقيقة اتخذها الرئيس فيما يتعلق بأحقيتها في الوظائف، أكثر تكافؤ الفرص، إنه تقرير بعض التفاصيل فيما يتعلق تعديلات لحماية المرأة من العنف، لحماية المرأة في الشارع، لبيئة آمنة للعمل. يعني كل دي خطوات مهمة الحقيقة، سواء خطوات تشريعية أو خطوات تنفيذية. على مدى السنوات اللي فاتت المرأة تقلدت مناصب كثيرة، نسبة كبيرة جدا من الحكومة الحقيقة. نعم. وده بيقوم على الكفاءة، مش بيقوم على فكرة بس التمييز أو إنه المرأة على اساس انه نصف المجتمع وانه من حقها. وزي ما انا قلت، تمتيع على مدى عقود كثير من المراكز او المواقع البرلمانيه او غيره كانت مستبعده او تنزل الانتخابات. ففكره وجود نسبه هي مش بس المراه، كثير من الفئات اللي كانت مستبعده زي ذوي الهمم، زي اقباط غيره. فالحقيقه انه المراه في هذا السياق وفي الخطوات اللي متخذه بتقفز الدولة مراحل كثيرة وسلاسل كثيرة، بأنها بتوفر كثير من الوقت والجهد زي ما احنا قلنا على مدى عقود. صحيح. والحقيقة اللي تقرر النهاردة فيما يتعلق بالتوظيف، فيما يتعلق بالتميز الحكومي، فيما يتعلق بتولي الوظائف أو كمان دعم المرأة المعيلة، دعم المرأة اللي بتشيل البيت بشكل كبير، فكرة الحياة الكريمة وإضافة السيدات المرأة أو الأرملة أو المعيلة لأسرة أو غيره. يعني كلها الحقيقة خطوات مهمة وبتدعم فكرة تكافؤ الفرص بشكل كبير، وبتحرق مراحل كثيرة جدا فيما يتعلق بتولي الوظائف، على اعتبار أنه هذه السنوات الأخيرة شهدت قفزات واسعة فيما يتعلق بتولي المرأة للوظائف. نعم. أو في وجودها في أماكن كثيرة. وفي نفس الإطار أستاذ أكرم، السيد الرئيس أكد على أنه المرأة المصرية كانت وما زالت دعما وظهيرا للوطن. كيف ترى ملامح الدور الرائد للمرأة المصرية والمتوقع منها أيضا خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟ ويعني الرئيس عبر كأي شخص في أسرة مصرية أنه دائما الأسر السيدات بتشيل المسؤولية بشكل كبير، بتتحكم في فكرة الدخول والخروج، بتتحكم في توازن الاقتصاد المنزلي بشكل أو بآخر، بتضحي على مدى يعني كل الأمهات على مدى التاريخ، أي حد في أجيال مختلفة عارف قد إيه أمه ضحت أو صمدت أو ساندت ده، وحتى فيما يتعلق بمواجهة الأخطار في تقديم أبنائها و أزواجها للشهداء في الشرطة أو في القوات المسلحة أو في القضاء أو في غيره. يعني الحقيقة إنه القرارات الاقتصادية والقدرة على إن تتفهمها وتتعامل معاها وتدعم ده
تصدت في لما كان في اخطار الارهاب وقبل الارهاب في قبل 30 يونيو، شفنا قد ايه المراه كانت بجوار الرجل فيما يتعلق في الشارع وفي الميادين وفي غيره لمواجهه الاخطار ومواجهه اي انحرافات او اي تفاصيل. كل دي الحقيقه خطوات مهمه ودعم حقيقي فعلا، جزء وسند لم تكن المرأة تحصل على حقها الذي يقابل موقعها في المجتمع وقدرتها على أنها تعمل وكتفا بكتف مع الرجل. فالحقيقة أنه المرأة بتقوم بدور مهم جدا، وأنه ما تتولاه أو ما تحصل عليه هو حق من حقوقها فيما يتعلق بتطور المجتمعات كمان وتحضرها والجمهورية الجديدة في هذا السياق. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.